المشاهدين في كل مكان، يسعد الله صباحكم بالخير من استديوهات تلفزيون حضرموت ومن المكلا في هذه الأجواء الجميلة الماطرة. نبدأ حلقة جديدة من يوم جديد. صباح الخير يا سالم. صباح الخير يا سالي، وصباح الخير لكل مشاهدينا عبر شاشة تلفزيون حضرموت في هذه الأجواء الجميلة من حاضرة حضرموت مدينة المكلا. ومثل ما ذكرت اليوم بنصحب المشاهد في عدة فقرات متنوعة ومتميزة. طبعا أكيد بنبدأ هذه الحلقة وهذا اليوم الجميل بأغنية مختارة بعناية فائقة يا سالم. هذه الأغنية لرائد من رواد الطرب الأصيل. نعم، هو فنان تشرب الفن والأدب من أنقى ينابيعه، وغدا علم من أعلام الفن العربي. هو المغني والشاعر والملحن أبو بكر سالم الفقيه أبو أصيل. طيب يا سالم، ما دامك ذكرت أبو أصيل بقول لك إيش قال أبو أصيل. إيش قال؟ يقول لك أبو أصيل: مرحيب مرحيب بك يا الطيب الأصلي، تشرف الدار عقب سنين مسهونة، الدار دارك وأهلك عدهم أهلي، يا فرحة الدار لا عاد له الحلان. الله الله الله، يا سلام على أبو أصيل وكلام أبو أصيل. المشاهدين خلونا نسمع مع بعض أغنية مرحب لأبو بكر سالم الفقيه. مرحب مرحب بك يا طيب الأصلي، تشرف الدار عقب سنين مسهونة، الدار دارك وأهلك عدهم أهلي، يا فرحة الدار لا عادوا له الحلال. مرحب مرحب بك يا طيب الأصلي، تشرف الدار عقب سنين مسهونة، دار دارك وأهلك عدهم أهلي، يا فرحة الدار لا عادوا له الحلال. يجد الصوت بالحول ونورها قد ظهر مثل القمر، يضوي يضوي على حينا كله وعلى الجيران، وخص مخصوص من بالطابق العلوي لابو الحمايم، تجد الصوت بالحول ونورها قد ظهر مثل القمر، يضوي يضوي على حينا كله وعلى الجيران. قدم رجلك على رجلي، نمشي الهوينا نجيب الوعل بقرون، من يزرع الخير يحصد وبايجني، ويعيش في قصر عالي شامخ البنيان. يلا يلا نحط القدم رجلك على رجلي، نمشي الهوينا نجيب الوعل بقرون، من يزرع الخير يحصد وبايجني، ويعيش في قصر عالي شامخ البنيان. يعيش
صراحة يعني انطربنا بهذه الأغنية بصوت الحنجرة الذهبية أبو بكر سالم بالفقيه الغائب لكن الحاضر بفنه وإرثه الذي تركه. طبعا سيعيش معنا وبداخلنا بكل تأكيد. أكيد سالي أبو بكر سالم بالفقيه سفينة رست بشواطئ الشوق بداخلنا، ومهما خيرونا ما بنختار غير أبا أصيل، صوتا يختلج كل ما بداخلنا، نناجي من خلال صوته الليل والنجمة ونور الشمس أو الفجر والنسمة. طبعا بالفقيه حضور يأبى الغياب، ودائم ما يحلى السمر والأنس إلا بصوت الدان، ودائم ربيع المحبة وصوت الحب مغروس فينا، ورغم صغر السنين والهوى ويا زارعين العنب وسر الحب الغامض اللي ما انكشف. إذا المشاهدين طبعا حنحلق بكم سويا ونستعرض معكم فقرات هذه الحلقة. إذا البداية مشاهدينا بنكون مع تقرير عن الأكلات البحرية والتنوع الفريد وما تزخر به سواحلنا من أسماك عدة، وأيضا بنكون في فقرة النقاش في الكثير من المواضيع المختلفة. طبعا والحديث بيكون مشاهدينا عن دور مؤسسات رائدة كانت لها بصمات واضحة بل استطاعت أن تثبت نفسها وتحقق إنجازات على مستوى الوطن وخارجه. أيضا يا سالم بنتكلم عن الطفولة والمرأة، خاصة أنه هذا بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، وطبعا يعني الطفولة هي ثمرة الحياة. أكيد والطفولة ثمرة الحياة مثل ما ذكرتي. أيضا في فقرة عشاق الرياضة مشاهدينا والحديث عن الساحرة المستديرة بنعرج فيها عن الرياضة محليا وأيضا عربيا إضافة إلى الرياضة الأوروبية. والفقرة الطبية اليوم سالي معنا موضوع مهم جدا. لحظة قبل الفقرة الطبية بيكون معنا يعني فقرة عن الرياضة وما في فقرة عن الطبخ. المفروض يكون هذا الموضوع بنتناقش فيه بعد الحلقة. إذن زي ما قال زميلي إن احنا بنتكلم أيضا عن موضوع جدا مهم من الناحية الطبية ومن الناحية النفسية أيضا، وهو موضوع الانتحار. طبعا في هذا الموضوع سيكون معنا الدكتور موسى إبراهيم قطبي، هو اختصاصي طب نفسي. أيضا بنتعرف عن أسعار الخضروات والفواكه والأسماك والصرف مع زميل صالح الجعيدي، وآخر أخبار السوشيال ميديا وفقرة حول العالم. دائما سالمة تكون هناك جولة حول العالم نتعرف على الكثير من الأشياء الغريبة والعجيبة. إذا صراحة أنا متحمسة يعني ومتأكدة أن المشاهد متفاعل ومتحمس مع هذه الحلقة المشوقة اللي من بدايتها بدينا يعني بأبو أصيل. إذا خلونا ننطلق ونحلق سويا مع فقراتنا، والبداية اخترنا تقرير عن المأكولات البحرية. بما أنه الحديث عن المأكولات البحرية والتقرير الأول عن المأكولات البحرية، طبعا سالي مدينة المكلا هي مدينة البحر وعروس الشطآن العربية. هذا الموقع الجغرافي الذي تتميز به المدينة والمحافظة خصوصا الشريط الساحلي الذي جعل منها قبلة للزوار. صحيح. إذا بالحديث عن الشريط الساحلي بكل تأكيد إن احنا بنتحدث عن ثروة سمكية تزخر بها هذه السواحل ومأكولات بحرية ارتبطت ارتباط وثيق بسكان هذه السواحل. أكيد وخصوصا مع هذه الأيام مع موسم أسماك السردين أو كما يعرف طبعا بالعيد. تحبين العيد سألي؟ والله مو كثير بس يعني كنا نأكل نحن صغار. طبعا العيد لا يخلو من رائحة أو البيت لا يخلو من رائحة العيد مشاهدين هذه الأسماك الصغيرة الحجم لكنها لذيذة الطعم بمذاقها الطيب. طبعا وفي أيضا أنواع كثيرة من الأسماك والمأكولات البحرية اللي لا حصر لها، يعني بمجرد ما نأخذ جولة في سوق الصيد ونشوف هذه الأنواع بنشوف أنها يعني كثيرة جدا، زي طبعا الكراش والطعم اللذيذ للكراش والبقار والحبار اللي نسميه نحن العزيز. طبعا أيوة العزيز. صراحة شهية مفتوحة يا سالي فقط بمجرد الحديث. صح. كيف لو كل هذه المأكولات هي متواجدة معنا. صحيح. خلاص خلونا إذا ناخذ يعني المشاهدين وناخذ سالم في تقرير عن المأكولات البحرية، نشاهده سويا. بالتزامن مع الموقع الجغرافي لساحل حضرموت الذي يحاذي بحر العرب على امتداد شريط ساحلي طويل، ذلك الموضع المكاني جعل من أهلها يعشقون تناول المأكولات البحرية والتي في مقدمتها الأسماك بمختلف أنواعها وأحجامها، خاصة السردين أو ما يسمى بالعامية العيد، وهي أسماك صغيرة الحجم كبيرة القيمة الغذائية والعناصر الهامة للجسم،
وعادة تطبخ في التنور. لم تقتصر المأكولات البحرية على الأسماك فقط، فهنالك الحبار أو ما يسمى بالعامية العزيز. قبل 13 سنة والدي يشتغل هذا الشغل، بس كنت نشتغل في بناء، وبعدين جيت ورجعت لعند والدي واشتغلت مع والدي وعبثنا الشغلة، والحمد لله يعني الشغلة هذا يعني فوق مشروع زين، واشتغلت فيه أول سنة وثاني سنة وثالث سنة والحمد لله. والله عداد الطبخ والعزيز هذا يعني متعب، هو متعب يعني كما تربح تجيبه من برا تشتره وبعدين تسرعه وبعدين تجهزه وتعطيه الشمس وبعدين تخري وتنيحه في النار وبعدين تجيبه وتبيعه بعدين تشوف يعني يعني تفرقه تشوف كم بيعك يعني مشتري تعلمك البيع. اليومين البيع غالي، كان الكيلو بمية، الكيلو واحد بمية، كيلو واحد بمية دحين، وبعدين طلع إلى ألف واشتغلنا، وبعدين وقفنا بعد ما طلع ألف وقفنا سنة كاملة وقفنا، بعدين اشتغلنا الكيلو بألفين اشتغلنا واستمرنا، أما طلع الكيلو 3000 واشتغلنا وطلع 4000 واشتغلنا وطلع 5000 واشتغلنا ودحين قيمته 6000. هو الكراش، والذي هو الاسم الشعبي لمجموعة من أحشاء الأسماك الداخلية كالكبد وبيض الأسماك وغيرها، وكذلك البقار الغني بالعناصر الغذائية ذات القيمة العالية، حيث انتشر بيع هذه الوجبات البحرية في مدينة المقلة وغيرها من مدن الساحل الحضرمي، بل أسست أسواق خاصة بها. نحب نأكل الصيد لأنه غني بالبروتينات وفوائده كثيرة، وتحس متعة في أكل الصيد، فيجدون رغبة للصيد البشري خصوصا. تخصص في شواية الصيد حاجة تورثناها عن أبانا، فكان الوالد الله يرحمه يسوي الصيد من قديم، مع أنه كانت الدنيا عادة أمور طيبة، الآن مع أنه الصيد غالي لكن هذا الحمد لله يعني ثبتنا على المهنة وعلى جودة شواية الصيد. يعني أكثر أنا بقول يمكن غالبية فئات المجتمع، يعني لحد أنه حتى النساء يجين لحالهن ويشترين صيد ويروحن، وطبعا الشباب والزوار اللي يجي من صنعاء اللي يجي من سيون، صحاب قواطر، صحاب جنات، صحاب مش عارف ايش، بحكم شهرة الصيد وجودة الشواية عندنا. الأكلات البحرية أصبحت مرتبطة بحياة الكثير من سكان المدن الساحلية، وأضحت تمثل جزءا من حياتهم اليومية. الله الله، استمتعنا حقيقة بهذا التقرير عن المأكولات البحرية، وشهية مفتوحة حتى لاحظت الزملاء كلهم خلف الكاميرا كلهم نفسيتهم اليوم وشهيتهم مفتوحة لتناول هذه الأنواع الجميلة وهذه الأنواع المتعددة من الأسماك، ومثل ما نقول مدينة البحر التي تزخر بالعديد من الأسماك المتنوعة. صحيح. يعني بالحديث عن الأسماك خليني أسألك، يعني إيش نوعك المفضل من المأكولات البحرية؟ يعني ربما ما تقولي النوع واحد، إنما أنواع متعددة. المفضل، قلنا المفضل الصيد السمين دائما البياض اللي يسمونه، هو يحتل المرتبة الأولى. لو تحدثنا عن الكراش هذا أيضا، بمجرد أن الواحد يدخل سوق الصيد لابد يعبر عن صاحب الكراش. العزيز يعني والعزيز البكار. يعني نحن نلاحظ اكثر شيء ان حتى الاطفال والشباب يحبون دائما الكراش والعزيز والبكار. اكيد خصوصا مع الموسم الان، والعيد اللي تحتل المرتبه الاولى طبعا في هذه الفتره. صحيح. نطلع فاصل. اذا نطلع فاصل ونرجع لكم من جديد. إذن مشاهدينا، بالعودة من الفاصل إلى قصص النجاح وثمار الحصاد، هذه المرة سالي عن مؤسسة قلم الإبداع التي لها رصيد وافر من العطاء عن طريق المبادرات التطوعية التي تقدمها للمجتمع حتى
كلل ذلك بفوز مبادرتها قلمي بجائزة مبادرات الشباب التطوعية الإنسانية، والتي طبعا تقام بدولة الكويت. طبعا يا سالم، هذه المبادرة فازت ضمن عدة مبادرات، حيث كانت هناك حوالي 600 مبادرة على مستوى الوطن العربي. تميز وأبداع يضاف لمؤسسة رائدة في مجال عملها، بل وسباقة في خدمة مجتمعها. صحيح. إذن خلونا مع بعض نشاهد هذا التقرير عن فوز المبادرة ثم نعود لكم. المبادرة القادمة مبادرة إقامة سلسلة من الدورات المجانية على شكل مراحل ممنهجة، تهدف لبناء قدرات الإنسان الأمي وتحويله إلى متعلم. اسم المبادرة قلمي من دولة اليمن، والمبادر فادي حسين فضل بفضل. أسمع له تحية. نشعر بالفخر والسعادة لفوز مبادرتنا بجائزة مبادرات الشباب التطوعية، وفي هذا المساء البهيج نحن مستمرون في تعليم وتدريب هؤلاء القادة ليكونوا عناصر فاعلة ومنتجة ومتعلمة، فبالتعليم ترتقي الأمم. ومن قلب الحدث تحية خاصة من شباب برنامج المشاهدين الأعزاء. بالعودة من الفاصل أو العودة عفوا من هذا التقرير، نستضيف عبر الهاتف الأستاذ فادي حسين بفضل، رئيس مؤسسة قلم الإبداع، لنتعرف أكثر على تفاصيل. مرحبا فادي. أستاذ فادي، أهلا وسهلا. يا مرحبا، أهلا فيك والله. طبعا شفنا هذا التقرير عن المبادرة العظيمة اللي أنت يعني عملتها مع الشباب. طبعا بداية حابين أنك تحدثنا عن مبادرة قلمي، عطنا تفاصيل عن هذه المبادرة. مبادرة قلمي هي الفكرة الأساسية التي ترتكز عليها مؤسسة قلم الإبداع. طبعا مبادرة قلمي فكرتها من عام 2011، اللي لو تذكرون أنها أخبرت لكم أنها فكرة المؤسسة أتت عبر رسالة بالجوال في مقهى شرب الشاي. صحيح. هذه حولناها من مبادرة من مقهى شرب الشاي إلى مبادرة شبابية أسميتها برنامج قلمي. نعم. وعلى ضوء هذا البرنامج قلمي في 2014 تحولت إلى مؤسسة رسمية. نعم. نهتم بالشباب الأميين واللي تسببوا من التعليم ما يبغون يتعلمون. نسوي لهم يعني بناء قدرات الشاب الأمي، 6 أشهر قراءة وكتابة، ثم 3 أشهر مهارات حياتية متنوعة، أساسيات إنجليزي وأساسيات كمبيوتر وتنمية بشرية. نعم. أستاذ فادي، هذه المبادرة التي انطلقت من مقهى شعبي مثل ما ذكرت، واليوم تتوج على ليس على مستوى الوطن فحسب بل على مستوى الخارج أيضا. حدثنا عن فوزكم في هذه المبادرة ضمن الكثير من المبادرات التي فازت بدولة الكويت. طبعا نحن ما كنا نتصور يوم من الأيام أنه سيتم تكريمنا. يعني كنا هذه الحادثة حق المقهى أثرت في نفسي، يعني قلت أنا الحمد لله أهلي ما قصروا معي، دخلوني الجامعة، خرجت من الجامعة، وهذا الأخواني لظروف أو الأخرى خرجوا من الدراسة، بعضهم ما كمل 3 ابتدائي 7 ابتدائي، وبعضهم نفسه يكمل بس ما يعرف كيف يسوي. فأنا حز في نفسي هذا الموضوع وقلت ليش ما نسوي يعني نعلمهم، وما كنت أتصور في يوم من الأيام نحن نبغى نتكرم أو شيء زي كذا. فسبحان الله، أنت خدمت الناس، ربي يخدمك من مكان آخر، سهل لنا الآن هذه جائزة 7 ما شاء الله، وطن العربي وإقليمي، ترتيبي 7، قبلها في جوائز كثيرة، والحمد لله شرفنا حضرموت ورفعنا اسم البلد والوطن كذلك عموما. طبعا يعني هذه المبادرة فيها عدة مجالات، زي ما قلت أنتم ركزتوا على الأشياء الحديثة اللي حتفيد المستفيدين من هذه المبادرة، زي الحاسوب وزي اللغة الإنجليزية، خاصة يعني أنهم أميين وتعلمونهم برضو لغة إنجليزية. يعني على أي حبيب. أساس وضح للمشاهد بس أنه على أي أساس اختيرت الدورات هذه؟ ممتاز، سؤال ممتاز. نحن أول حاجة بناء قدرات الشاب الأمي. أول حاجة وجدنا أن الأمي أصلاً ما يعرف يقرأ ويكتب. نعلمه القراءة وكتابة مدة 6 أشهر. المفترض أنه عنده إرادة، لأنه 6 أشهر ما تكفي. أقل شيء 3 سنوات يعني كبرنامج، كبرنامج حكومي 3 سنوات، لكن نحن كمنظمة مجتمع مدني كبناء قدرات سوينا برنامج مضغوط، أنه أنت إذا عندك الرغبة ما تجي تسجل إلا عندك الرغبة. 6 أشهر هذه بقدرة الله، مع الواجبات في البيت وعندك إرادة
بتمشي الأمية حقك. ثاني حاجة إنه نحن بنجهزك لسوق العمل. أنت تعرفون الآن العالم كله بدون كمبيوتر أنت تعتبر أمي. صحيح. فما بالك بقراءة وكتابة. فنحن فكرنا نضيف حاجة لمسة سحرية للموضوع ونحبوه بالشباب. يعني أنت إذا قلت أنا محا أمية ما حد يجيلي. فسوينا زي ما تقول برنامج قلمي، كلهم يجون. إيش برنامج قلمي؟ والله سلسلة دورات عندنا قراءة وكتابة. بعدها ندخلك أساسيات اللغة الإنجليزية، أقلها تعرف تقرأ وتكتب اسمك بالإنجليزية، أقلها تعرف تشيل منتج معين، تشوف تاريخ الانتهاء وتاريخ الإنتاج. بعدها كمبيوتر إنجليزي، أساسيات الويندوز والوورد والإنترنت، أقلها تنزل إنك جاهز إنك تشتغل في عمل، على الأقل كاشير، على الأقل مدخل بيانات. وبعدين تنمية بشرية، تعرف تتخاطب مع الناس ذهنيا بدنيا وما لا ذلك من أمور التنمية الأساسية. أقلها برضو تعرف تسوي لك سيرة ذاتية، أقلها عقد، تعرف تقرأ عقد عمل، تعرف تطالب بحقوقك، ما حد يضحك عليك. هذه الفكرة. نعم. طيب أستاذ فادي، لو تحدثنا عن عدد المستفيدين في هذه المبادرة منذ انطلاقتها حتى هذه اللحظة، كم عدد المستفيدين؟ 3600 شاب وفتاة. ما شاء الله. 11 مديرية من عام 2010، من 2011. طيب أستاذ فادي، خلينا نتكلم عن خطة المؤسسة في المستقبل القريب، يعني بعد هذه اللي نقول الانطلاقة الكبيرة للمؤسسة، إيش في المستقبل عادة تفكر تعمل؟ والله نحن أول حاجة نقنع الشباب أنهم يكملون تعليمهم، نحثهم أنه لا مانع الآن الحمد لله في حضرموت، يعني التعليم أصبح متيسر في متناول الجميع، بالإمكان الواحد يتعلم حتى في بيتهم عن طريق مثلا عندكم المدارس النقابية المسائية، يعني بإمكانك الصباح تشتغل والعصر تشتغل، المدارس النقابية تتيح لك الفرصة أنك تكمل تعليمك، نقنعهم ونهيئهم أنهم برضو يكملون تعليمهم النظامي. وكذلك نحن نحثهم بعد ما يكملون الثانوية أنهم يلتحقون بالجامعة. طبعا الجدير بالذكر أن نحن نشكر جامعة حضرموت برئاسة الدكتور محمد خنبش، تبرع من عنده 10 مقاعد مجانية سنوية للي أكملوا الثانوية من طلاب قلم. الآن عندي ما يقارب 30 شاب وفتاة كملوا الثانوية ولحقناهم بالجامعة. نعم. طيب أستاذ فادي، بفضل نشكرك على هذه المداخلة للحديث عن فوز مؤسسة قلم الإبداع في هذه المبادرة التي فزتم بها بدولة الكويت. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا على الاستضافة. الله يحفظك. سالي، دائما التميز حاضر. صحيح. التميز موجود خصوصا في الشباب، المؤسسات الرائدة في حضرموت. نلاحظ أنه مثل ما نشاهد فوز مؤسسة قلم للإبداع ضمن 600 صحيح. مبادرة أعتقد مثل ما ذكرتي في دولة الكويت. اللي أعجبني في هذه المبادرة يا سالم أنها يعني لا تعتبر مجرد خدمة، يعني قدموها وأعطوها يعني أشخاص معينين، ولكن أنها غيرت حياة هذول المستفيدين. أكيد. يعني تخيل من شخص لا يعرف يقرأ ولا يكتب إلى شخص يقرأ ويكتب وعنده مهارات يتكلم اللغة الإنجليزية. صحيح. يستخدم الحاسوب، يعني عنده القدرة أنه يلتحق بسوق العمل، فبالتالي يحسن يعني حتى الوضع المعيش اللي يعيش فيه. نعم. يعني هذا تغيير حياة بشكل عام. أكيد. حاجة عظيمة وجميلة. أكيد صراحة. أكيد، خصوصا مع الوقت الحاضر. طبعا الواحد يحتاج أنه يكون عنده لغة إنجليزية، عنده مهارة في الكمبيوتر. هذه المهارات ربما أنه تكسبه الكثير من التميز في المستقبل القريب. ومثل ما نقول دائما ومثل ما يقول الشاعر أحمد شوقي، شباب قنع لا خير فيهم وبورك في الشباب الطامحين. نطلع فاصل يا سالي ثم نعود لنستقبل ضيوف معنا للحديث عن اليوم العالمي للطفل. عدنا إليكم من جديد مشاهدينا. دائما ما نتغنى ببراءة الأطفال، هم زينة الحياة وروح مرحة بريئة تدخل البهجة والسرور، لكن للأطفال حق علينا نحن الكبار، حق ومسؤولية على عاتق الأهل والمربيين، فهم غرس الحاضر وأمل المستقبل. ولأنهم في طور النمو الجسدي والنفسي، فإن الأطفال أكثر عرضة لتقلبات الحياة أكثر من غيرهم، لذلك يعني لابد من احتضانهم ورعايتهم، وطبعا يسالم نمنحهم الحقوق. أكيد. الأساسية من تعليم، من صحة، من حياة في بيئة آمنة.
طبعا كل هذا عشان نضمن لهم مستقبل أفضل. أكيد. وطبعا للحديث عن اليوم العالمي للطفل وأيضا الحديث عن المرأة نستضيف الأستاذ محمد كاعش وأيضا الدكتورة أميرة بفضل. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. دكتورة أميرة سعداء بتواجدكم معنا. الله يحفظكم. شكرا. سنتحدث في هذه الفقرة عن اليوم العالمي للطفل. بداية أستاذ محمد أعطينا لمحة عن 2025 وأيضا ما يتعرض له الطفل من أصناف العنف. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية طبعا نتوجه بجزيل الشكر والامتنان للأخوة في برنامج يوم جديد الذي استضافنا في هذه الفقرة وبهذه المناسبة الطيبة. إن شاء الله نحن نعطي ونوضح كثير من الأمور التي تتعلق بالطفل والمرأة بالمناسبتين اللي هو 20 من نوفمبر وما يختص باليوم العالمي للطفولة، والخامس والعشرين من نوفمبر يوم مناهضة العنف ضد المرأة. طبعا جاء العشرين من نوفمبر هو جاء نتاج لحراك كبير لما تعرض له الأطفال في فترات سابقة نتيجة لما انتاب العالم من حروب، سواء كان حروب محلية أو إقليمية أو عالمية، أدت إلى تفاقم الأطفال من حيث تركت لنا الأيتام، تركت لنا المشردين، تركت لنا المهمشين، تركت لنا كثير المعاقين من الأطفال. فطبعا هذا كان بداية حراك للناس المجتهدين في مجال الأطفال والناس العاملين في مجال الطفولة بأنهم يجب أن يكون في هناك دساتير أو تكون في هناك قوانين دولية أو إقليمية أو محلية يجب أن تحمي هؤلاء الأطفال. صحيح. طالما وأن الطفل يعتبر الحلقة الأضعف تقريبا في سلسلة النمو الإنساني. نعم. وأيضا المرأة كذلك. ففي عام تقريبا 1954 نزل خرجوا تقريبا اتفاقية، بس اتفاقية محدودة تتكون من 10 فقرات فيها مجموعة من البنود اللي ممكن يعني يعتقدوا انه بتحمي الطفولة من كل الانتهاكات اللي يتعرض لها الطفل. ولكن اللي حصل بالعكس انهم نسوا نقطة مهمة جدا اللي هو عدم الزام الدول الاعضاء اللي ممكن بتصدق على هذه الاتفاقية انهم يعني يلتزموا بتنفيذ كل ما جاء في هذه الاتفاقية. فهم تعاملوا معها مثل سابقاتها من القوانين ومن اللي نزلت بحق الطفل. واستمر الحال على هذا الطفل. طبعا طفل يتعرض لكثير من الانتهاكات الجنسية، العنف المنزلي، العنف المدرسي، التسول، التشرد، اليتم، الإعاقة. صحيح. يعني كثير. صحيح. من أصناف العنف تمارس على الطفل. إلى أن في طبعا جعلوا من هذا العشرين نوفمبر جعلوا منه كيوم ممكن يحتفى بالطفل فيه. ففي حتى يعني تذكير أنه ممكن نحن نذكر الكل انه في اتفاقيه لحقوق الطفل في هذا اليوم خاصه. أيوة. في خصوصا مع الصراعات يعني الصراعات العالم. في عام 69 وفي عام 79. أيوة. تم الاحتفال بهذا اليوم اللي هو 20 نوفمبر، ولكن كان في جمهوريه بولندا، فاجتمعوا مجموعه من المختصين وقالوا نحن ضروري يجب من وضع اتفاقيه دوليه تحمي الطفل فعلا، يعني حماية كاملة. فعكفوا على هذه الاتفاقية تقريبا 10 سنوات إلى عام 89. في 89 قدموا مسودة الاتفاقية هذه المكونة من 54 مادة إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وطبعا درستها وصدقت عليها في عام 89 وأنزلتها على الواقع، اعتمدتها يعني. نعم. فوقعت عليها تقريبا ما يقارب 190 دولة على هذه الاتفاقية، ومن ضمنهم اليمن اللي وقعت عليه في عام 90. يعني هذا التوقيع يلزم الدول يلزم. أيوة. هذه تطبق البنود حصلت فيها الإلزامية. أي دولة تصدق وتوقع على هذا يجب أن تلتزم، هي ملتزمة، تعتبر ملتزمة أمام المجتمع الدولي والمحلي بأن تنفذ كافة بنود هذه الاتفاقية. ومن المصادف أن يعني استيعاب الأمم المتحدة لهذه الاتفاقية كان أيضا برضه في 20 نوفمبر من العام 89. فأصبح يوم 20 نوفمبر في كل الأحوال هو اليوم العالمي للطفولة. نعم. بينما لو انتقلنا إلى جانب المرأة، يعني من فين أتى الحراك مثلا لمناهضة العنف ضد المرأة؟ في عام 1960 في جزيرة من جزر الكاريبي اللي هي جمهورية الكومنديكان اسمها،
هذه الجمهورية فيها نظام متعسف شوية، وكانوا في ثلاث شقيقات يسمون الشقائق الميرانا الميرا الميرابانا هذه ثلاث الشقيقات كانوا يعني يمارسن الحراك ضد العنف ضد المرأة، تتعرض للمرأة سواء كان عنف جنسي عنف منزلي عنف أسري يعني كافة أصناف العنف. فاضطر النظام اللي موجود هناك على اغتيالهن. ففي يوم الاغتيال هذا إيش اللي حصل؟ كانت أول بذرة للحراك النسوي من أجل مناهضة العنف ضد المرأة. وكان هذا اليوم طبعا تاريخ 25 نوفمبر من عام 1960. نعم. واستمر والفعاليات ما شاء الله في نوفمبر في نوفمبر أيوة. واستمر هذا الحراك طبعا إلى عام 2014 اللي هو كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون تبنى مسألة يعني على أساس إنه يجيب إن إحنا ننهي هذا العنف. فقام إنه اختار اللون البرتقالي على أساس إنه يكون هذا يعني. رمز لمناهضة العنف ضد المرأة. ويجب أن يحرك هذا الموضوع على أساس أن يجب أن تنتهي هذه المصنفة يعني. في عام 2018 قامت الحركة النسائية في كثير من دول العالم على يعني تقريبا على مدى 16 يوم يعملوا كثير من الفعاليات لمناهضة العنف ضد المرأة، وجعلوا من اللون البرتقالي هذا هو لون مستقبل الحريه، مستقبل الانفتاح، مستقبل الطمانينه للمراه. صحيح. في حاجه جميله ذكرها الاستاذ محمد انه معلش ما نرجع لما يخص الطفل، قال انه يعني لازم ان احنا نحمي حقوق الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصه او زي ما قال المعاقين. صحيح. يعني مش بس حتى الطفل السليم، لازم نركز على هذه الفئه اللي فعلا ايوه ما تلاقي أكثرها حقوقها. اكثرها تميز وابداع طبعا سالي، تحتاج بس الى رعايه، تحتاج الى انها تنخرط مع المجتمع حتى تظهر هذه الموهبه التي لديهم. طبعا، وهذه يعني الفئه ربما اكثر نشوفها في الارياف يعني، لانهم ما يلاقون التحصين والتطعيم وهذا فتجي لهم بعض الامراض زي الشلل وهذا الموضوع. ننتقل بس للدكتور اميره. دكتور أميرة، أولا كيف شفت الجلسة معنا اليوم؟ جلسة جميلة صراحة، والمواضيع جدا ممتازة، وصباح الخير لكل النسوة يعني اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، فصباح الخير لكل النساء سواء العاملين في البيوت، العاملين في الميادين، الأطباء في مراكز العزل، في المستشفيات، لكل نساء العالم صباح الخير ويوم سعيد وكل عام وانتم بخير. صباح النور لك ولجميع النسوة. قالت للنسوة ليش تدخلت يا سالم؟ قالت للنسوة لها وللنسوة جميعا. أنتم تضامن معنا. طب دكتور أميرة، حدثينا عن شبكة شامخات. تمام. في بداية حابة بس أتكلم على موضوع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. طبعا لما نيجي نتكلم على اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الناس تفهمها غلط. تفهم العنف ضد المرأة مجرد ضرب، تمام، فيقولوا احنا ما عندنا عنف ضد المرأة. طيب ايش هو اساسا مفهوم العنف ضد المرأة؟ هل فقط العنف ضد المرأة يقتصر على الضرب فقط او رفع الصوت او الشتيمة؟ لا. طبعا في ممارسات يتم ممارستها، لو تكلمنا يعني بشكل خاص داخل مجتمعنا، يعني ما بننطلق للعالم، داخل مجتمعنا يتم ممارستها لكن تندرج تحت العنف ضد المرأة. نتكلم على موضوع الحرمان من الميراث مثلا. نتكلم على موضوع حرمان البنت أو حرمان المرأة في المناطق الريفية من استخراج بطاقة شخصية، من استخراج هوية، هذه مواصلة تعليمها أيضا، من مواصلة تعليمها، هذا باعتباره نوع من أنواع العنف. تمام. طيب في عنف آخر اللي هو بما يسمى تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. صحيح. تمام. هذا موضوع جدا مهم. وأعتقد أنكم في شامخات تركزون على هذا الجانب. نركز على هذا الجانب. طبعا الجانب هذا لم يتم طرحه كثير في المجتمع باعتبار مجتمعنا مجتمع محافظ. صحيح. تمام. منظمة الصحة العالمية عرفت موضوع تشويه الأعضاء التناسلية بأنه إزالة جزئية أو كلية للجهاز التناسلي الأنثوي. تمام. لطفلة أو للفتاة. فهذا يمارس تحت أو تم وضعه تحت بند العنف ضد المرأة. طيب هل هذا يقولون أنه ختان، يعني يحتاجون أنه ختان يعني هم مجرد ختان. تمام. لكن إحنا جايين نتكلم على حاجات شفناها في الواقع، شفناها في الميدان خلال ممارستنا للعمل، خلال نزولاتنا الميدانية المناطق التي يتم ممارسة هذا العنف ضد الطفلة. تمام. نسميه تشويه. ليش؟ لأنه الجهاز ربي ما خلق حاجة في جسم الأنثى
إلا ولو فائدة. تمام. لو تم توصيل فكرة أهمية الجهاز التناسل الأنثوي بشكل صحيح خلال فترة التدريس أو فترة الدراسة، ما بيكون بيتعرض يعني جزء كبير من الفتيات لهذا العنف. صحيح. فإنه إزالة أي جزء، يعني جهاز التناسل الأنثوي غير جهاز التناسل الذكري. تمام تمام. إزالة أي جزء في الجهاز التناسل الأنثوي له أضرار، لأنه كل جزء موجود أساساً له أهمية بالغة وكبيرة. الآن تم ممارسة هذا العادة أو ختان الإناث من قبل أشخاص غير ممارسين، أشخاص ماخذين الموضوع بزنس فلوس. تمام. يتم ممارسته بأيادي غير متمكنة، دايات شعبيات، ممكن حتى الجدات تتدخل في هذا الموضوع، بتقولك في الأساس أساساً إيش الموضوع، هو كله موس وذا وشيل. يعني هذا اللي يسمونه تقريباً الختان الفرعوني، هو عندنا في المجتمع الحضرمي فيه أساساً 4 أنواع من أنواع الختان. الذي يمارس في المجتمع الحضرمي النوع الأول اللي هو إزالة جزئية للبظر، تمام، أو كلية للبظر. النوع الثاني اللي هو إزالة البظر والمشافر الصغيرة. النوع الثالث إزالة كلية. الفرعوني طبعاً المجتمع الحضرمي الآن تأثر بالهجرة، الهجرة من السواحل الصومالية الجيبوتية، فتعايشوا مع المجتمع الحضرمي وأخذوا جزء من العادات والتقاليد حقتهم اللي هم يمارسوها الختان الفرعوني. يتم إزالة كل الأعضاء التناسلية الأنثوية، ثم من بعد ذلك انتهاك لحق المرأة بخياطة الأعضاء كلها، ما يتركوا فقط إلا فتحة لخروج البول الله يعزكم، أو لخروج دم الطمث فقط. يعني تخيلوا هذا الإجرام بحق طفلة صغيرة لم تتجاوز 7 أيام يتم ممارسة هذا النوع من أنواع العنف. طبعا هو بالنسبة الآن أكيد المشاهدين بيستمعوا بيقولوا طبعا هذا موضوع نحن خاصة توارثناه من الأجداد. أيوة. أنت توارثت، وربما حتى المشاهد يمكن ما يتقبله لأنه موضوع شائك. بالضبط بالضبط. تمام. نحن بنقول لكم الحاجات اللي أجت يعني المضار أو المترتب من هذا الشيء. أنتوا تخيلوا بنت عمرها مثلا طفلة رضيعة 7 أيام. تمام. الآن طبعا أنتوا عارفين أنه ممنوع منعا باتا ختان الإناث داخل المرافق الصحية وداخل المستشفيات، في قانون بمنع إجراء هذا الختان داخل المستشفيات. يعني مثلا يعني هذا نوع من الوعي، يعني ما نقول مثلا أن المجتمع كامل قد يعني يقول أنه لا والله توارثنا عن الأجداد والختان لازم منه، فهذا يعني أنه منعوه داخل المستشفيات نوع كبير من الوعي. أكيد. وخطوة بالضبط. يعني ممتازة، وخطوة يعني لصالح وزارة الصحة العامة لما أنها منعت، ما في أي حاجة يتم منعها إلا ولها مضار. لها آثار مضار أو مضاعفات أخرى. فيتم الآن عمل الختان زي ما قلت لكم بأيادي غير متمرسة، فيتم إزالة أجزاء يعني غير الأجزاء، يعني يتم إزالة أجزاء كبيرة وإدخال الفتاة في نزيف. طبعا هي لسه الجهاز التناسل الأنثوي في طفلة صغيرة 7 أيام عاد ما تكون، فهم يجوا يشيلوا الأجزاء كلها فيدخلوا الطفلة في نزيف. تمام. أنت دخلت الطفلة في نزيف، المفروض الفعل الأول إيش؟ إسعافات أولية. تروح تشلها لأقرب مركز صحي. طبعا لا، ما يودونها للمركز الصحي لأنهم عارفين أن الإجراء هذا أساسا غلط. فيتم يعني علاج النزيف تمام بأشياء بدائية، يقول لك حط لها شاهي، حط لها معجون أسنان بيوقف النزيف. يعني هو جهاز تناسلي عضو حساس ونزيف، وفوق هذا كله تروح ما تعالج النزيف بطريقة خاطئة. وغير أنه مشاكل الأضرار الصحية الأخرى، يعني تعمل من استخدام الأدوات الغير معقمة تدخلها في التهابات، كثرة الالتهابات حتى لما توصل لمرحلة الكبر بتشتكي من الالتهابات والإزالة الخاطئة، بتعمل خراجات التهابات. حتى الحالة النفسية البنت لما تكبر تشوف أنه في كثرة التهابات والجهاز التناسلي نصه يعني خراجات أو زي ما نسميها هنا بروزات التهابية، فهي بنفسها بتدخل في مرحلة تعقيد. صحيح. تتعقد من يعني نفسها، جانب يعني صحي ضرر والجانب النفسي يعني أيضاً. تتحمله من وهي صغيرة إلى وقت الزواج. فأنت يعني متخيلين الموضوع هذا، ويقول لك في الأخير مش عنف. فإحنا وهنا جت فكرة شامخات، هي شبكة اسمها شبكة شامخات تضم كوادر كبيرة شبابية، مكاتب الصحة، المدراء الموجودين في مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الأوقاف. طبعا نحن نسير حاليا بمباركة كبيرة من وزارة الأوقاف، مكتب وزارة الأوقاف ومكاتب الصحة، القيادات الشبابية المتواجدة، يعني كلهم كوادر متفقين إنه هذا فعلا عنف ويمارس بشكل خاطئ داخل مجتمعنا. ويتم التستر عليه باعتبار إنه المجتمع هم الأمور التي يجب أن الواحد يتستر عليها يعني. تمام. فمن هنا جت فكرة شبكة شامخات. طبعا شبكة شامخات هي شبكة عالمية، في شبكة شامخات مصر، شبكة شامخات جيبوتي، شبكة شامخات الصومال، شبكة شامخات السودان. الآن في 2019 بدأ إبراز شبكة شامخات اليمن، وتضم
أكثر المحافظات التي يمارس فيها موضوع تشويه الأعضاء التناسلي الأنثوية: حضرموت، المهرة، سواحل الحديدة وجزء من تعز. يعني بينكم تواصل ما بين الشبكات. بيننا بالضبط، بيننا تواصل كلنا، بعدين في الأخير نبرز باسم شامخات اليمن. دورنا هو أولاً تصحيح مفاهيم خاطئة. الآن في مفاهيم خاطئة توارثوها عبر الأجيال، فأنت الآن تحاول أنك تعمل نوع من أنواع الشك أو هز ثوابت، فلازم أنك تكون تمشي على حبة حبة. أولاً التوعية، تصحيح المفاهيم أنه الحاجات هذه ترتب عليها مشاكل وأضرار نفسية جسدية صحية، مشاكل بعدين عند الزواج. فإحنا لازم أنه من الآن نركز على موضوع التوعية، ولا الآن إحنا ماشيين على موضوع التوعية التوعية التوعية، وعندنا برامج أخرى كمان أنه نستهدف أكثر المناطق، مش دائما تكون في المدينة، المناطق اللي يعني في الأرياف برضو روح ننزل لهم نعمل لهم توعية أنه الموضوع هذا المفروض أنه ما يمارس، انه انت الان تدخل البنت في مشاكل اخرى. فمن هنا جت فكره شبكه شامخات. طيب في تقبل من المجتمع يعني من اثناء النزول الميداني من خلال التوعيه، هل هناك تقبل من قبل المجتمع في هذا الموضوع؟ نحن بدينا طبعا فكره شامخات او بدينا توعيه المجتمع بشامخات من 2017. عشان اكون معك صريحه، المجتمع في البدايه ما تقبل الموضوع، قالوا انتم كيف تثيروا موضوع حساس. طبعا كان معي الاستاذ محمد كاعش في الموضوع هذا، كنا تحت شبكه يسمى سلامتي مع اتحاد نساء اليمن، فكان المجتمع مش متقبل ابدا الموضوع هذا، ودخلوا كمان معانا من جوانب اخرى، من جوانب انه هذا عادات وتقاليد وهذا من الموضوع شرعي ديني. طبعا الدكتور احمد السعدي كان طبعا عضو من اعضاء شبكه شامخات، برضو دخل في الموضوع الشرعي وتم توضيح ان الاحاديث التي تم تداولها حاليا يعني ايش نوعها. استعنتوا بشخص يعني من أكيد. الناحيه الدينيه عشان تقنعون هذه الفئه بالضبط. ربما يعني اللي يتكلم في الموضوع الشرعي أيوة. في معانا حد من الشرعي يرد يعني عليه، خاصه الخطاب مع الفئه مثلا الموجوده في الارياف تقتنع اكثر اذا طمنت من الناحيه الدينيه ان هذا الموضوع صحيح. مش بالضبط. مش حرام او مخالف للشريعه الاسلاميه بالضبط. فاحنا نحاول ان جمعنا في 2017 ايش هي ردود افعال الناس عشان نعرف نرد عليها بنفس الردود لهم. الاشخاص اللي مؤمنين بانه الجانب الشرعي اوجب الشغله هذه، في معانا مدراء الأوقاف، بعض الشيوخ المساندين لنا كشبكة شامخات يردوا عليهم بالردود الشرعية. الردود الطبية موجودين كوادر طبية، بعض معانا أخصائيين اجتماعيين، معانا أطباء نفسيين، يعني كل سؤال له رد كازر يعني. بالضبط، كل واحد يشتغل بمجاله. نعم. طيب أستاذ محمد، لو تحدثنا عن العنف، أنت ذكرت في بداية الفقرة أن العنف الذي يمارس للطفل عنف متعدد أنواع لا حصر لها، لو تحدثنا عن أبرز أنواع العنف الذي يتعرض لها الطفل اليمني الحضرمي مثلا نموذجا. طبعا حسب ما قلت أنت أنواع العنف أنواع عديدة جدا، ولكن أبرزها ما تطرقت له الدكتورة، لأنه هو صحيح عنف نسوي، ولكن في الأصل هو عنف طفولي يعني صحيح. لأنه ما يجرى هذا يعني. عن أيوة لأن العنف هذا عنف تشوه الأعضاء التناسلية يحدث في مرحلة الطفولة وفي بدايتها تقريبا في الأسبوع الأول من عمر الطفل. أيضا عن الطفل العنف المنزلي، العنف المدرسي اللي هو هذا تقريبا أكثر استفحال، والآن برضو جاء عملية خصوصا في ظل الظروف اللي تمر بها البلد هذه واللي يمر بها العالم كله اللي هو الاتجار بالأطفال. الشيء الثاني الترويج للمخدرات وللمنشطات هذه الدهنية، يعني حتى الأطفال يروجون لهم فعلا الآن تقريبا يعني أيوة تحت مسميات كثيرة الآن ظهرت مؤخرا نوع بالضبط من يعني مثلا لأنه يقول لك الطفل ما حد بيشك فيه يعني يستخدمونهم هم للتوصيل مثلا الحبوب التوصيل مخدرات للتوصيل كذا يعني بحيث انه عكس الانسان الكبير ممكن العين تكون عليه ايش مسلطه يعني صحيح. ايضا بالنسبه الان طبعا في ورشه عمل تقريبا سابقه قبل عام واحد كنا عملنا ورشه عمل حول العنف ضد الاطفال، وخصوصا يعني خصصناه حول العنف الجنسي، فوجدنا صراحه اصناف من العنف الجنسي هذا ما يتقبلها يعني صعب انت تتقبلها يعني او تسمع عنها في المجتمع هنا يعني في المجتمع اليمني أيوة في المجتمع الحضرمي على وجه الخصوص اللي هو وزن المحارم يعني في انطاق الاسره يعني تنتهك مثلا عرض بنت يقل عمرها مثلا عن 10 سنوات من اقاربها وهذا طبعا ابوها مثلا ابوها عمها خالها ابن عمها وعلى هكذا يعني يحصل منهم يعني هذا تقريبا وفي فترة من الفترات تقريبا توسعت رقعة الأفعال هذه.
أيضا بالنسبة للعنف الآخر بالنسبة للأطفال التمييز، يعني مثلا بنجيز مثلا البيت اللي فيه مثلا أطفال أسوياء وفي مثلا معاق، سواء كان معاق حركي معاق بصري معاق سمعي، يعني يصير فيه مثلا تمييز حتى في التسمية. يعني هذاك اسمه محمد وهذا اسمه الكسح، هذاك اسمه مثلا عمر ولا البنت اسمها ذي، ودي يسمونها العمية ولا شيء كذا يعني، وهذا برضه يعتبر عنف. صح. العنف اللفظي يعني، يعني احيانا في يعني في هذا اللي ذكرته احيانا انه الاهل يكون يعني يقولون الا نضحك يعني يعتبرون يعتبرون مجرد ضحك مجرد على نفسيته، بينما هي يعني صحيح. توصل الى يعني زي الحجاره في او زي الرصاصه في نفسيه ال في نفسيه الطفل، وهذا مش لحظي يعني. أي. حتى يمتد عبر السنين انه خلاص يعني شوف نفسه لا يساوي شيء مقارنه مثلا باخوان الثاني الاخرين. ايضا مثلا نجد مثلا في المدرسه نفس الشيء، يعني يعني بالرغم انه في هناك اكثر من قانون واكثر من قرار يمنع عمليه الضرب والاساءه والاهمال بالنسبه للطفل، فكثير من الاطفال يعني بالنسبه انا بحكم عملي كمدرس 35 سنه في الميدان، بيجي مثلا بيقول لي الطفل سواء كان طفل عندي في البيت ولا طفل من يقول لك والله مدرسه الفلاني او مدرس الفلاني يعني لما برفع يدي انا ما بيقيمنا. تمييز يعني، تمييز هذا يسمونه، نحن بنسميه ما بنسميه تمييز بنسميه يعني اهمال. او يعني لما تهمل واحد انت تشوفه رافع يده وتركز على اشخاص معينين، تركز على اشخاص معينين طبعا هذا يولد عند الطفل شيء من الاحباط. صحيح. وبالتالي انت يعني تكون شريك في عمليه انه في عمليه وصول الماده الدراسيه الى ذهنه، لانه خلاص يعني عندنا نحن قاعده في التدريس انه حب المدرس تحب مادته. بالضبط. تكره المدرس تكره مادته. هذا الموضوع يعني احنا اطفال كلنا كان يصير. ايوه هذا بالضبط هكذا. اذا بغيت الطفل انت يحب مادتك حبه انت اول مره، جعل بينك وبينه علاقه، علاقه ابن باب يعني. صحيح. فعلى طول والله لو كان حتى انا هذه جرت عندي. انا في مرحله من المراحل تقريبا في دار المعلمين، رغم انه يعني وانا سني تقريبا فوق ال 12 سنه. نعم. ماده الانجليزي هذا انا حبيتها من محبتي للمدرس المدرس حقها. وكنت والله العظيم في نص العام الدراسي نجيب صفر فيها، وكملتها بعدين بالدرجه الكامله واصبحت مدرس انجليزي. يعني سنين خدمه مدرس انجليزي. استاذ محمد في حاجه برضه مهمه ذكرتها يعني بخصوص المدرسه نفسها، يعني انت ذكرت انه من العنف انه حتى تمييز الطفل او اهماله، بس برضه في نوع مهم من العنف اللي يجري في المدارس انه الضرب. يعني احيانا يجي لك المدرس ومعه عصا. صحيح. واذا حد عمل مشاغبه يضربه، فاكرين ان هذا يعني طريقه تربويه صحيحه. يعني احيانا يكونون الاهل في البيت مثقفين وواعيين ويتعاملون باحترام مع الطفل، الطفل طبعا له احترامه، يجي لك في المدرسه يخرب هذا الموضوع، يضربه ويهينه قدام زميله، يطلع الولد مهزوز وهو كبير خايف ما عنده ثقة. كلمنا عن هذا الموضوع. المشكلة في هذا الجانب انه يعني هو المدرس يعتقد انه مش الا عملية الضرب، عملية قلب الوجه. يجي المدرس من هناك يضحك لما يوصل على بوابة الصف يتغير الوجه تلقائيا يعني كذا. الوجه خلاص قدو يعني وجه قوي كذا، وفي نوع من الشخط والنطر والهكذا، يعتقد انه هذه الطريقه ممكن هي اللي تجدي مع الطفل بانه يسمع. يعني انت الان لما تدخل الخوف في نفسيه الطفل وتدخل الارباك فيه، هذه تهز عمليه الذاكره عنده. يعني لا يمكن يتقبل منك، وانما الان هو متوقع انه حتى لما بتساله انت لا يمكن يجاوبك ولا خوفا من انه يغلط، وبالتالي انت تقوم بمعاقبته بضربه يعني. لكن لو انت مثلا دخلت في جمله من الاساليب، نحن في عندنا، انا لما خرجت في نطاق المجتمع المدني وعملت في الجمعيات وفي خصوصا في مجال حقوق الطفل، وعرفت انه في بدايل. صحيح. في بدايل للضرب، في بدايل للعقاب. صح. وعملت اكثر من دورات في الجانب هذا. يعني انا ممكن نستخدم، حتى استخدمت كثير من الاشياء اللي نتعامل بها مثلا في التدريب، استخدمتها في التدريس. عكستها على التدريس. عكستها على التدريس. يعني يقول لك مثلا من ضمن الاساليب هذه، الطفل مثلا اللي هو المشاغب كلفه بمسؤوليه داخل الصف، رئيس الصف، خلوا رئيس الصف وهو بيضبطهم بعدين لك. ايوه بس تتحول شخصيته. أيوة. من مشاغبه لانتظام، امتدحه. يعني خلي يعني عز ثقته بنفسه. صحيح. حتى لو كان الطفل لما يغلط ما تلاقي له غلط، الا تلاقي له غلط كذب الاحمر، هذا برضه تحس في نفسه. صحيح. يعني ممكن او انك تعطيه صفر مثلا، او تعطيه صفر، لا لا لا، لقله 20 وخلي الخانه الفوقيه مفتوحه.
صحح له بعدين انت وعمل له يعني ايش بيضرك لما بتعمل له علامه حتى وان كانت علامه فخريه يعني. صحيح. فانت يعني تحاول انك تعزز من نفسيه الطفل، تحاول انك يعني تنشئ طفل سليم من كافه جوانب حياته يعني. نعم. وهذا اللي قلت لك جوانب العنف اللي تمارس خصوصا لما نكون نحن شركاء فيها. نحن الكبار لما نكون شركاء او الاهل او المدرسين، الناس اللي المفروض انهم يعززوا مكانه الطفل، يصيروا هم من يعملوا على احباط الطفل في مسار حياته اليومي والعامي. نعم. نحن ما زلنا مستمرين لكن تدارك الوقت سالي معنا فقرات ومواضيع ايضا متعدده. دكتوره اميره، لو تحدثين عن الاضرار الصحيه وايضا الاضرار النفسيه الذي ممكن ان يتعرض لها الطفل. تمام. زي ما تفضل الاستاذ محمد كعش، هو اساسا تبدا الاضرار من العمر صغيره من حاجات معينه، يعني احنا ما نقارن نفسيات الاطفال بنفسيات الكبار. بدايه تكوين شخصيه الطفل تبدا من صغره. تمام. طيب الاعراض ممكن الصحيه اللي ممكن يتعرضها من خلال الضرب، اذا كان تم ضرب الطفل بينشأ طفل مهزوز الشخصيه وهو كبير. صحيح. بالعكس الدائره بتنتقل، هو من صغره تم تعرضه للضرب، بيكبر وبيخلف وبيضرب اطفاله. صحيح. فهنا احنا ما كسرنا الحاجز. صحيح. لا زال يمارس على بالنسبه للهذه ابرز الاعراض النفسيه. يعني هو العبره مش العقاب، العبره هو انه نعلم الطفل. أيوة. لازم بالضبط. نفهم ذا الشيء بالضبط، لازم انه يتم تعليمه. كمان انشاء جيل واعي، جي الان معانا مثلا اطفال او في البيت، لازم يكون في عمليه تمييز بين الولد والبنت من ناحيه مثلا حتى المستحقات، او يعني احنا نشوفها حاجات بسيطه يقولوا لها عاديه، لكن في العيديه مثلا في العيديه نعطي الولد اكثر من البنت، يقول لك الولد بيروح بيخرج وبيلعب وقدام اخته يعني، فهذا هنا تمييز. فتطلع البنت مسكينه زعلانه محبطه وكذا، بتظلي حامتها في نفسها لما تكبر. فالحلقه بتظلي مستمره. فنحن من البدايه اذا الدكتوره اميره كان يعطى لها عاديه اقل من اخوانها. عشان كذا لان كنت اخذ اكثر واحده. فيعني في نماذج بسيطة تمام تمارس في الحياة اليومية احنا ما ناخذ لها اعتبار، فننشأ بها يعني ضرر نفسي كبير على الأطفال، ضرر نفسي كبير على الفتيات، فتكبر البنت وتحمل معها هذا الضغينة من هي صغيرة وتورثها بعدين فنحن من البداية لازم ننشأ جيل واعي، جيل عارف كيف انه ما يميز في حاجة اسمها الآن مناهضة العنف او مناهضة التمييز ضد النوع الاجتماعي. صحيح. يعني ضد الذكر والأنثى، بحاجات مش المفروض أن يكون العنف ضد المرأة هو ضرب. لا، في مجالات أخرى يتم ممارستها لكن لا تندرج حسب المفهومية تحت العنف. مثلاً ربما ما في وعي بس كافي. طبعاً نحن لو بنتحدث عن هذه المواضيع يعني يحتاج لنا وقت كثير، وللأسف يعني الوقت حق هذه الفقرة يعني خلصت. لكن أكيد نحن بنكون أيوة. متواصلين شركة مع شامخات في تغطية كل فعالياتهم القادمة. صحيح. وأنا متأكدة يعني أن الرسالة وصلت، أهم شيء أن الرسالة وصلت، وبإذن الله يعني غدا يكون أجمل، وما بنقول أنه خالي من العنف، ولكن تقل يعني تقل نقلل نسبة العنف اللي تتعرض لها المرأة ويتعرض لها الطفل. إذا إيش رأيكم نروح فاصل ونرجع؟ نرجع. إذا نروح فاصل ونرجع لكم في الفقرة الطبية. إذا لازلنا معكم مشاهدينا في يوم جديد. الآن إيش بيكون معنا يا سالم؟ الآن طبعا بيكون الفقرة الطبية. إيش رأيك نغيرها إلى الفقرة الرياضية؟ يلا تمام. إذا إلى فقرة الشباب والرياضة، فقرة عشاق الرياضة وكل المحبين للرياضة وهذه الساحرة المستديرة. إذا نرحب بالمحلل الرياضي زميلنا فهمي بحمدان، وأيضا نرحب بضيفنا الموجود معنا اليوم محمد الحامدي، أهلا بكم. أهلا وسهلا. مرحبا. عرفنا يا سالم، أولا أعطي المشاهدين لمحة عن الأستاذ محمد. طبعا قبل الحديث عن التعريفة هناك ننوه أيضا أن هذه الفقرة ستكون متنوعة للحديث محليا عربيا وكذلك أيضا عالميا. طبعا فهمي هو متواجد معنا ومحلل هذه الفقرة الرياضية. اليوم معنا الضيف العزيز محمد الحامدي، هو من عشاق الرياضة ومتابع جيد لهذه اللعبة، كذلك أيضا محلل رياضي يمتلك الموهبة الكافية والقدرة الكافية على تحليل الكثير من المباريات. بنبدأ محليا سالي. صحيح. يعني في هذه الأوقات وهذه الأيام
تشهد مدن ساحل حضرموت الكثير من البطولات الرياضية الخاصة بالاحتفاء والاحتفال ب 30 نوفمبر، حدثنا عن ذلك. طبعا البطولات والفعاليات هي تقليد سنوي دعم مكتب الشباب والرياضة واتحادات الألعاب الرياضية في حضرموت بتنظيمها احتفاء بالمناسبات سواء الوطنية أو غيرها من ذلك. أيضا بطولات تقام في رمضان، يعني بطولات موسمية غير البطولات المقامة للتنافس في البطولات المركزية والساحل. بالنسبة للفعاليات الرياضية التي تقام في مناسبة الذكرى 54 لذكرى الاستقلال 30 من نوفمبر، هناك العديد من الفعاليات الرياضية. طبعا انطلقت هذه الفعاليات كما هو معروف في الخميس الماضي بالبطولة التخصصية لألعاب القوى التي احتضنها نادي التضامن. تزامنت هذه البطولة مع سباق الدراجات الذي أقيم في نفس اليوم. طبعا بطولة الدراجات كانت بطولة مفتوحة أقيمت لمسافة 10 كيلومتر ذهابا وإيابا في شارع الستين بمشاركة، يعني الأعمار مفتوحة يعني أيوة. أي عمر ممكن يشارك بالضبط في بطولة يعني مفتوحة، وشاركوا فيها العديد من الشباب لاعبي المنتخبات الوطنية سابقا، لاعبي منتخب المحافظة، لاعبي الأندية. لكن تسمية البطولة كانت تسمية مفتوحة لكل الفئات العمرية، حتى تابعنا أنه في واحد من الأطفال يعني اسمه سلمان ابن البطل المحافظة خالد حقان شارك من ضمن البطولة من ضمن المتسابقين، وكان يعني سنه حوالي 7 أو 8 سنوات هكذا، صغير جدا وشارك في هذه البطولة وتم تكريمه كأصغر مشارك في البطولة. طبعا تشجيعية هذه كانت تكريمه أكيد، وبالتالي يعني هو حس أنه الاهتمام هذا، نظرات الكاميرات، المكرمين لما يكرموا في المنصة مسلطة عليه. هو بالمناسبة يعني كما قلت أنه ابن بطل حضرموت خالد حقان. نعم. أيضا نفس اليوم قيمت البطولة وحق المضمار والساحة والمضمار وقيمت في نادي التضامن في 5 فعاليات، فعالية 100 متر و200 متر و4 في 100 متر تتابع، وبالإضافة إلى رمي الجلة ودفع رمي الرمح ودفع الجلة. طبعا أيوة الجميل في نتائج البطولة هذه التخصصية حق ألعاب القوى أنه أسفرت عن فوز نادي التضامن بالبطولة المركز الثاني، فريق نادي الصدارة يعني نادي حديث وجاي من بعيد من حجر أحرز المركز الثاني، المركز الثالث نادي جديد نادي النخبة الحضرمية. فبالتالي أنه هذه البطولات خلقت نوعا ما من التنافس رغم أنها محدودة يعني داخل المحافظة وداخل الساحل بالضبط، لأنها بطولات موسمية. أيضا من البطولات عندنا اليوم تدشن بطولة اللهم صل على سيدنا محمد، بطولة التايكوندو في نادي شعب حضرموت، بطولة مفتوحة لجميع اللاعبين في أوزان مدمجة ينظمها طبعا الاتحاد. من ضمن الفعاليات التي تقام احتفاء بالذكرى 30 نوفمبر. التي طبعا الفعاليات كلها هذه تقام برعاية وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية وتنظيم وإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة. أيضا اليوم في غير باوزير ومدينة الحامي بالشحر تنطلق مباريات البطولة الكرة الطائرة الشاطئية، وهذه طبعا هي على تجمعين، التجمع في الغيل والتجمع في الحامي بمديرية الشحر، والتجمع الأخير سيكون في المكلا يوم الجمعة. والثلاثة الأبطال من أبطال الكرة الطائرة الشاطئية سيتنافسون يوم 30 نوفمبر على كأس 30 نوفمبر هنا في المكلا على شاطئ الستين أو شاطئ المحادي للجسر الصيني، يعني الجسر البحر المشرف. بحر المشرف. نعم. إذن هي مجمل من الفعاليات احتفاء بهذه الذكرى. تبقى معانا سالم السباحة. السباحة مش لا نغفل الجماعة يقول لك السباحين بعدين تجاوزتوا نحن. السباحة طبعا بتكون يوم السبت في الميناء القديم، بطولة مفتوحة يعني اسمها بطولة السباحة بطولة السباحة في المياه المفتوحة. طبعا البطولة هذه دائما ما تقام في مثل هذه المناسبات، والجميل في هذه البطولة اللي بتقام يوم السبت انها تؤهل ابطال البطولة للمشاركة مع منتخب حضرموت، يعني البطل
والثاني والثالث سيمثلون حضرموت في بطولات الجمهورية القادمة. جميل. تبقى معانا كرة السلة وكرة اليد. ما شاء الله فعالية أول ما كثيرة. يتم فعالية كثيرة من عشاق الرياضة أنت يا سالم. أكيد. أكيد. وكرة القدم في الصدارة طبعاً. وأنا أشوف السباحة أيضاً لأنه يمكن قريبهم من البحر. يعني تختتم هذه الفعاليات في 30 نوفمبر. 30 نوفمبر تختم، بس الاستثناء بيكون لكرة اليد وكرة السلة، لأنه كرة السلة مرتبطين اللاعبين بمشاركة نادي الشعب خارج المحافظة، كرة اليد بالنسبة للاعب الطلاب مش امتحانات، وبالتالي يظل أن البطولة كرة اليد وكرة السلة تحمل كأس 30 نوفمبر، لكنها ستقام خلال شهر ديسمبر القادم. جميل. طيب لو تحدثنا معك عزيزي محمد عن عودة هذا الحراك الرياضي وكل هذه الفعاليات التي ذكرها العزيز فهمي، ماذا تمثل كل هذه الفعاليات والعودة القوية لمجمل الأنشطة الرياضية للشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير سالم، صباح الخير العزيزة سالي، صباح الخير لكل مشاهدي تلفزيون حضرموت الأعزاء. يوم جديد طبعا في أجواء جميلة اليوم تشهدها مدينة المكلا، وأيضا أجواء جميلة تشهدها ساحل حضرموت من حيث عودة الحراك الشبابي والرياضي بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا، وأيضا بسبب ما مرت وتمر به البلاد من أوضاع صعبة جعلت الأنشطة المركزية تتأثر نوعا ما بهذه الأوضاع، لكن الآن عادت عن طريق السلطة المحلية وبرعاية كريمة من وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية اللي هو الركن فرج سالمين البحسني، وبإشراف من مكتب وزارة الشباب والرياضة عادت الكثير من الأنشطة الرياضية، الألعاب الرياضية مورست واختيرت الحقيقة مناسبة مميزة جدا، وهي مناسبة احتفالاتنا بذكرى الاستقلال المجيدة الذكرى 54، عودة طبعا مميزة وموفقة في وقت مميز، والكثير من الألعاب الرياضية التي شهدت ربما فترة ركود في الفترة الماضية، تابعنا عبر تصريح الأستاذ العزيز فهمي عودة النشاط في كرة السلة كرة اليد، وإن كان هذه ستتأخر لظروف مرتبطة باللعبتين، لكن عودة كرة الطائرة الشاطئية السباحة اليوم إن شاء الله ستدشن بطولة التايكواندو، حراك مميز جدا، وعودة إن شاء الله نتمنى أن تستمر سواء بإقامة بطولات خاصة بمناسبات وطنية أو بعودة البطولات الموسمية، وهذه الأنشطة تمثل الكثير للشباب الرياضيين، تمثل الكثير أيضا من الاستعدادات لأنديتنا لتمثيل المحافظة بالشكل اللائق والمشرف حتى على مستوى كرة القدم. الكثير من الأندية بدأت استعداداتها، تابعنا قبل يومين بداية استعدادات نادي التضامن، أيضا عودة الأنشطة بشكل عام لنادي المكلا وأحياء الأخضر المكلاوي لأنشطته، طبعا كلها أشياء تبعث في النفس الفخر والاعتزاز بدور مكتب وزارة الشباب والرياضة. طبعا كل الشرائح أيضا استفادت من هذه الأنشطة الرياضية، تبقت شريحة واحدة ربما وهي شريحة ذوي الإعاقة، لديهم اتحاد لرياضات المعاقين، نتمنى أن يفعل هذا الاتحاد وأن يأخذ ذوي الإعاقة نصيبهم من الأنشطة الرياضية التي تحظى بها كافة شرائح المجتمع الحضرمي، كونهم يعني شباب يمتلكون الكثير من الطاقات والإمكانيات، وقد نظمت لهم أنشطة بشكل طوعي في السنوات الماضية ودعمنا فيها مكتب وزارة الشباب والرياضة مشكورا، ويعني رأيتموها وكانت أنشطة مميزة جدا. نعم محمد، على ذكر الأنشطة الخاصة بذوي الإعاقة، هناك لعبة اسمها لعبة كرة الهدف خاصة بشريحة المكفوفين، لو تعرف المشاهد الكريم وتعرفنا جميعا عن أهمية اللعبة، مساحة الملعب، عدد اللاعبين، كيف المنافسة فيها. كرة الهدف للمكفوفين طبعا هي رياضة من الرياضات التي تعنى بذوي الإعاقة بشكل عام، ذوي الإعاقة البصرية بشكل خاص. هذه الرياضة تلعب على ملاعب الصالات المغلقة، يعني ملاعب صالة كرة السلة والطائرة. طبعا مساحة الملعب تكون 18 متر طولا و9 أمتار عرضا، هذه المساحة لـ 9 أمتار عرضا يكون فيها مرميين من اتجاهي الملعب، وكل مرمى يكون فيه ثلاثة لاعبين أحدهما كل واحد يغطي منهم ثلاثة من الأمتار، وطبعا لها تخطيط معين وتلعب بثلاثة لاعبين لكل فريق. هذه اللعبة تستخدم تلعب فيها باليد، وتكون الكرة فيها أرضية، طبعا كرة الهدف تكون وزنها يعني كبير، يعني كرة خاصة. نعم هي كرة خاصة طبعا، ولا تتواجد في بلادنا، تتواجد في خارج الوطن، لكنكم تمتلكون. نعم نمتلكها بسعي خاص، أتتنا قبل فترة يعني كرات من
أحد المتطوعين جزاه الله خير، وبعد ذلك وفرت طبعا لاتحاد رياضات المعاقين كرات. هذه الكرة تلعب بالعرض، وزن كرة الهدف تقريبا كيلو وربع، يعني هي وزن ثقيل نوعا ما. فيها يعني نوع من الإثارة والمتعة، ومارسناها في ذوي الإعاقة البصرية في سنوات ماضية. نفذ فريق مصابيح الغد لذوي الإعاقة هذه البطولة تقريبا في ثلاث نسخ، نعم ثلاث نسخ، وإن شاء الله في المستقبل القريب نفكر في النسخة الرابعة. ومن هنا نوجه رسالة إلى مكتب وزارة الشباب والرياضة، أن المكتب يعني قام بجهد جبار في إحياء الألعاب الرياضية لشرائح المجتمع كافة. طبعا تابعنا قبل قليل فهمي مشاركة حتى الأطفال في سباق الدراجات، وأنا سعدت جدا بتكريم الطفل سلمان أو الشبل سلمان الذي كان سعيدا، وأيضا قدم مستوى جيد رغم صغر السن. لكن إن شاء الله ذوي الإعاقة نتمنى أن يكون يحظوا بدورهم ونصيبهم كباقي شرائح. جميل إن شاء الله. سننتقل للحديث عن المربع الذهبي لكأس الجمهورية لكرة السلة الذي جشنت مبارياته يوم الثلاثاء. هي مسابقات بطولة كأس الجمهورية لكرة السلة في مرحلتها النهائية، تجمع عدن الختامي. هناك اتصال معنا مع الكابتن عبد الستار الهمداني. كابتن عبد الستار، أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بكم وصباح الخير على الجميع. صباح النور. طبعا كابتن عبد الستار، لو تحدثنا عن عوده اللعبه وكذلك ايضا ابرز المنافسات في هذه البطوله وهذا التجمع. في البدايه تحياتي للجميع، وسعيد جدا بتواجدي معكم، وارحب بجميع ضيوفك وجميع متابعيكم. نحن بصراحه في الاتحاد العام كنا سباقين في التحضير لهذه البطولة من خلال تحضيرات قبل هذه البطولة، من خلال دورات تدريبية أقمناها دولية عبر منصة زوم مع محاضرين دوليين للحكام والمدربين، ثم إقامة بطولات مدرسية على مستوى بعض المحافظات التي تم الحصول على دعم عليها، والانتقال إلى بطولة المنتخبات المحافظات، وأخيرا بطولة كأس الجمهورية التي بصراحة تم دراسة مشروعها وطريقة تنفيذها من خلال اجتماع موسع للمدربين جميعا والذي شاركوا وشكلوا هذا البطولة التي وصلنا الحمد لله للمرحلة الأخيرة. بعد أن تم تصفية جميع المحافظات وصلنا إلى المربع الذهبي الذي يجمع تقريبا الأفضل. اليوم نحن في العاصمة عدن من أجل الاحتفال بعودة كرة السلة رسميا اليمنية، ونستطيع أن نقولها بكامل قوة وبكل قوتنا أن الكرة السلة عادت بكل قوة من خلال أفضل أربعة أندية انطلقت، والجميع تابع البطولة والمستويات متقاربة، واليوم معنا بصراحة كلاسيكو مميز يعني. إذن يا أستاذ عبد الستار، قلت أنه هذه اللعبة عودت بقوة، يعني كيف كانت مظاهر عودة هذه اللعبة؟ حدثنا عن هذا اليوم اللي بدأتوا فيه التدشين عودة لعبة كرة السلة. بالفعل نحن هنا في عدن بصراحة تقريبا نتنفس كرة السلة جميعا، أينما تحليت وارتحلت أسمع الجميع يتحدث معي عن المباريات والمتعة، طالما مكتظة بالجماهير. الصدى الرياضي للعبة جماعية تعتبر لعبة ثانية بعد كرة القدم، والجميع يعني كان نوعا ما يقول أن هناك صعوبة في التنقل لبعض الفرق من جنوب الوطن إلى شمال الجنوب والعكس من شمال الوطن إلى جنوبه، ولكن ما نحن عليه الآن هو عكس ما قيل بالكامل. نحن الآن في مدينة مرحبة، مدينة تتنفس كرة سلة، شباب بصراحة رائعين، قيادات وإدارات يعني رائعة جدا. اليوم أنا التقيت برئيس نادي شعب حضرموت وبصراحة كان متواجد بنفسه شخصيا، وهذا يؤكد تفاعل الادارات بالكامل مع هذه البطوله التي تعتبر افضل واغلى بطوله وهو كاس الجمهوريه لكره السله. نعم، شكرا لك كابتن عبد الستار الهمداني. ربما ان العزيز فهمي لديك سؤال. كابتن عبد الستار، صباحك الله بالخير. اهلا اهلا وسهلا حياك. اليوم طبعا كما اشرت يعني كلاسيكو كرة السلة بين نادي المينا من عدن ونادينا نادي شعب حضرموت. طبعا هي المباراة هذه ربما تكون المباراة المصيرية التي ستحدد نوعا ما ملامح البطل يعني. انت لست كرئيس اتحاد الان، نخاطبك كنجم كروي سابق ولاعب المنتخبات، من هو الفريق الذي تتوقع ان يفوز اليوم بين شعب حضرموت والمينا؟ واعتقد انه الفائز اليوم سيكون فائز يوم السبت بالتتويج وبطل كاس الجمهوريه.
بالفعل ما تفضلت به هي مباراة حاسمة، كون ما حققوه من فارق سكور في المباراة الأولى أو في اليوم الأول أظهر نوعا ما فارق المستوى، وأن فريقي شعب حضرموت والميناء هما الأفضل على مستوى المربع. وبصراحة توقعاتي تظل متجهة نحو ما قدمه الفريقين في البطولة العربية، يعني الفريقين قدموا مستويات في البطولة العربية تؤكد أنهما الاثنان كانوا أجدر بتمثيل اليمن. ولهذا يجب علي أن أكون صريح معك، لأول مرة يمكن في حياتي كلها أجد فريقين متكافئين بهذا القدر، ولكن يجب أن إذا كان لابد أن أقول فريق فسأقول شعب حضرموت. ان شاء الله ان شاء الله يكون شعب حضرموت. طبعا انت مع شعب حضرموت يعني كلنا مع حضرموت. وانت مع حضرموت كلنا مع حضرموت. انا مع شعب حضرموت والميناء واهالي صنعاء والوحده. انا سعيد بالعرس الذي حدث وسعيد للجميع. جميل. اليوم انا فخور جدا بابناء اللاعبين والمدربين والاداريين، وفخور جدا ان انا موجود معاكم. جميل. كابتن عبد الستار، الاهميه لازم ان تستمر مثل هذه الانشطه، يعني يوم السبت تختم البطوله ناحية حقايبنا ونغادر، لا لازم هناك الاهتمام بالفئات العمريه بالمنتخبات. يعني كانت مشاركه نادي شعب حضرموت والمينا في البطوله العربيه في الاسكندريه، وللامانه والمناسبه نحن هنا في البرنامج يعني غطينا الفعاليه وغطينا مشاركه الشعب والمينا في عدد كثير من الحلقات في يوم جديد. ونتمنى عليكم كابتن عبد الستار ان تستمر مثل هذه البطولات، ان تستمر الدورات، تاهيل المدربين، تاهيل الحكام، تاهيل اللاعبين، ديمومه النشاط، توزيع اماكن اقامه البطولات، المكلا، سيئون، عدن، تعز، حضرموت، الحديده، وبالتالي يعود الحراك الرياضي الذي ننشده جميعا. صحيح. وانتم على قياده الاتحاد ومعكم قياده وزاره الشباب والرياضه التي قدمت الكثير، ويوم امس طبعا وزاره الشباب والرياضه اكدت دعمها لهذه البطوله، البطوله كانت في 3 ايام الان اصبحت البطوله قرابه الاسبوع. صحيح. طبعا هي بذرة جميلة انه مجرد حتى عودة هذه البطولات حتى في عدن. نعم. بذرة يعني جميلة، ويعني نتمنى انه في المستقبل تتسع يعني رقعة هذه البطولة. راينا او كابتن عبد الستار راى يعني حجم الاهتمام والدعم والمحبة الذي قدمها جمهور عدن لفرق صنعاء وفريق شعب حضرموت. نعم. والصور تحكي مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الاتحاد ايضا. راينا الصور، اهلا بكم في عدن، يعني شرحت قلوب الناس جميعا هذه اللقطة الرائعة. فعلا فعلا رسالة كرة السلة والرياضة دائما رسالة سلام، وهذا هي الرسالة التي استطعنا أن نوصلها من خلال هذا المربع الذهبي، وما تفضلت به هو الحقيقة وهو ما سيتجه نحوها الاتحاد، وإن شاء الله سنكون بقدر المسؤولية ويستمر النشاط طوال الموسم بإذن الله. إن شاء الله. شكرا لك كابتن عبد الستار الهمداني رئيس اتحاد كرة السلة، سعداء بتواجدك معنا في هذه الفقرة للحديث عن هذه البطولة. فهمي، لو عدنا إلى الحديث عن مباريات اليوم، طبعا نحن نتمنى التوفيق لنادي شعب حضرموت أن يتغلب. نتمنى التوفيق يا سالم لك الفريقين. أكيد، بس نحن دائما بنكون منحازين نوعا ما. أيوة، في مثل يقول لك أنه الفن يجمع الناس والرياضة تفرقهم، هذا اثبته رسالة. لا لا، الرياضة اللي تجمع. الرياضة اللي تجمع الناس، او ما تفسده السياسة. أيوة. وما تفسده الحياة. الرياضة رسالي جمعت الكثير. يعني عندنا كان قبل اسبوع اختتام الدوري العام لكرة القدم، ونحن تحدثنا في الاسبوع قبل الماضي كان معنا عبد الرحمن ايضا، انه يعني الرياضة يجتمع عليها المختلفون. صحيح. يجتمع عليها بس ما يجتمع لها يعني. لا. شوف هذا يقول لك. ونحن نتمنى التوفيق للجميع. العاطفة، لكن نعتقد ان النادي ممثل حضرموت. الجميل يعني انه يقول لك انه رئيس نادي شعب حضرموت وصل لرؤساء الاندية، وفي يمكن جمهور اذا كان مثلا اليوم ربي يوفق الشعب للفوز على الميناء، اكيد في جمهور من حضرموت بيطلع بيوازر، لانه يوم السبت بيكون يوم التتويج. فانا حسب ما قلت للكابتن عبد الستار انه الفائز اليوم اكيد انه بطل، لانه الميناء والشعب فازوا في الجوله الاولى يوم الثلاثاء على الاهلي وعلى الوحده، وبالتالي الان المباراه بينهم لا تقبل القسمه، لازم واحد يفوز من شان البلوغ النهائي. صحيح. كرة السلة فيها تعادل طبعا. طبعا الأستاذ سالم لو سمحت لي، والأستاذ العزيز فهمي، تعقيبا على كلامكم، هي الرياضة دائما تحمل رسالة السلام للجميع، وحتى في أمثلة عالمية على هذا الموضوع، تذكرون في 2012 شاركت بريطانيا بمنتخب واحد في كرة القدم في أولمبياد لندن. لدينا أيضا في بلادنا عودة هذه الأنشطة طبعا تبعث على الفخر، وتبعث على أن الشعب اليمني بشكل عام شغوف بالرياضة وشغوف بإبراز الطاقات والمواهب. طبعا وصول رئيس نادي شعب حضرموت إلى عدن والتقائي برئيس اتحاد السلة عفوا
هذا دليل أهمية البطولة ودليل أيضا أهمية مباراة اليوم تحديدا. دعم معنوي يا محمد. دعم معنوي كبير بكل تأكيد. بكل تأكيد. فنحن نتمنى التوفيق إن شاء الله للفريق. صحيح. طبعا محمد يعني ما شاء الله يعني من خلال حديثك وحتى استضفناه من قبل في استديوهات تلفزيون حضرموت انه ما شاء الله مطلع على الرياضه بل يعني محلل رياضي. نعم. ايوه محلل ليس متابع بس وانما محلل. نعم. معلش تحكي بس للمشاهدين كيف امتلكت هذه الموهبه في التحليل؟ الشغف يا استاذة سالي الشغف. ودائما عندما تريد ان تعمل اي عمل يجب ان تكون محب لهذا العمل، فالشغف والمحبه لاي عمل تجعلك يعني تهتم به وتجعلك تحرص عليه. نحن يعني شغوف شخصيا بالرياضه وكثير من الالعاب الرياضيه واهمها طبعا كره القدم وهي اللعبه الشعبيه الاولى على مستوى العالم. صحيح. فبالتالي هذا الشغف جعلنا يعني نتابع ونهتم وانا يعني نحرص على ان نكون من المهتمين بهذه الالعاب الرياضيه. نعم. طيب تدارك الوقت محمد، لو ننتقل للاجواء العربيه وايضا العالميه، بدايه نبداها عربيا. طبعا تابعنا جميعا فوز نادي الهلال السعودي في البطولة الأخيرة التي أقيمت قبل أيام. لو تحدثنا عن فوز الهلال بهذه البطولة محمد. طبعا أنت طبعًا هلالي. تحدث حيادي. تحدث حيادي بكل تأكيد. طبعا وإن كانت هنا الانحياز يعني يبدو فيه نوع من كون أن نادي الهلال في النهاية هو فريق عربي. صحيح. لكن طبعا للأمانة والإنصاف نقول أن فريق الهلال قدم بطولة مميزة جدا هذا الموسم وتوج باللقب للمرة الثانية خلال 3 سنوات. توج باللقب طبعا بعد أداء مميز ونهج قدمه نادي الهلال هجومي مستوى فني طيب يعني مميز جدا في المباراة النهائية وفي البطولة ككل. من بداية نادي الهلال في دوري المجموعات إلا أنه يقدم مستوى متميز، يفوز بكمية كبيرة من الأهداف، أيضا يقدم أداء مهاري ممتاز، وهذا يدلك على أهمية العمل الإداري السليم وكذلك أيضا أهمية الاستقرار. الهلال يعيش مرحلة من الاستقرار على مستوى الجهاز الإداري، وإن كان الجهاز الفني من بداية هذا الموسم بقيادة المدرب البرتغالي جيراردين إلا أن الهلال يعيش استقرار إداري من سنوات، بالتالي نتج عن هذا الاستقرار إعداد خطط، وبالتالي نتج أيضا عن هذه الخطط بروز الفريق الهلالي بهذا الشكل. طيب عن الهلال كلنا نعلم ما حدث له في الموسم الماضي في دوري الأبطال تحديدا عندما يعني أقصي بطريقة صراحة يعني دعونا نقول غير منصفة. مر الفريق بظروف إصابات لعدد من لاعبيه بفيروس كورونا وأقصي، وكان هو من أقوى المرشحين للتتويج باللقب، فهذا الموسم استطاع تعويض مفاته واستطاع أن يفوز باللقب عن جدارة واستحقاق، كان ذلك في المباريات المؤهلة من دوري المجموعات وصولا إلى الأدوار الإقصائية وصولا أيضا إلى ما قدم في المباراة النهائية. فوز كان مستحق على فريق بوهانج الكوري. مع أن الفرق الكورية أيضا تتميز في دوري أبطال آسيا تحقق ألقاب كثيرة. مباراة الهلال وبوهانج أيضا كانت مباراة لفض الشراكة، حيث أن فريق بوهانج ستارز الكوري أيضا توج بلقب دوري أبطال آسيا في مسماه الحديث نسختين، الهلال توج بهذا اللقب نسختين لكنه في مباراة الأخيرة توج بلقبه الثالث، حيث أصبح الآن زعيما للكرة الآسيوية بحيث عدد الألقاب في بطولة آسيا بمختلف مسمياتها ب8 ألقاب، وأيضا حاصل على 4 ألقاب بهذا الاسم في دوري أبطال آسيا. ما شاء الله محمد. ما شاء الله عليك. الهلال إلى أين الآن؟ ان شاء الله الى العالميه. الى العالميه، وطبعا سيعطي ان شاء الله كما اعطى في النسخه ما قبل الماضيه من بطوله كاس العالم، سيعطي فكره جيده على الكره الاسيويه ان شاء الله باذن الله. طبعا نحن نبارك للهلال هذا الفوز وهذا التميز، وطبعا ما ننسى الحديث عن ابطال اوروبا ضروري. اليوم محمد. اليوم محمد هو سيد الفقرة. طبعا الثلاثاء والاربعاء محمد كانت هناك عديد من المباريات المثيره الساخنه القويه في دور المجموعات. طبعا اقترب دور المجموعات من الانتهاء، الثلاثاء والاربعاء، حدثنا عن نتائج المباريات هذه وايضا ما اسفرت عنه. عشنا طبعا يوم الثلاثاء والاربعاء احداث الجوله الخامسه من مسابقه دوري ابطال اوروبا في دور المجموعات لهذا الموسم 2021-2022، واسفرت مباريات عن نتائج ربما في غالبها نتائج لمصلحة الفرق الكبيرة التي حاولت أن تعوض مفاتها، وأيضا لم تسفر هذه الجولة عن عديد من المفاجآت باستثناء ربما مفاجأة وحيدة إن صح أن نسميها مفاجأة. طبعا يوم الثلاثاء الماضي أقيمت العديد من المباريات، من أبرز نتائجها طبعا تشيلسي الإنجليزي وهو حامل لقب هذه البطولة تجاوز يوفنتوس الإيطالي بنتيجة كبيرة ب4 أهداف نظيفة. برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء الماضي أيضا وفي أول مباراة لمدربه الجديد
الجديد شافي هرنانديز على مستوى الأوروبي فشل في تحقيق الفوز على ضيفه بنفيكا البرتغالي، انتهت المباراة في ملعب كامب نو بالتعادل السلبي بلا أهداف. في نفس المجموعة بايرن ميونخ الألماني أكد تأهله المحسوم سلفا ومنذ الجولة ما قبل الماضية، لكنه أعلن عن صدارة مريحة للمجموعة عندما أيضا فاز على دينامو كييف الأوكراني بهدفين مقابل هدف. مالمو السويدي تعادل مع زينت سان بطرسبرغ الروسي بهدف لمثله. مانشستر يونايتد الإنجليزي أيضا أعلن عن تأهله بفوزه على فيريال الإسباني بهدفين نظيفين في أول مباراة يخوضها المان يونايتد بعد حقبة المدرب النرويجي الذي أقيل في بداية الأسبوع الماضي أولي غونار سولشاير. طبعا يوم الأمس أيضا تواصلت الإثارة والمباريات الجميلة جدا، واستمتعنا بسهرة كروية مميزة. طبعا أبرز المواجهات مواجهة القمة يوم أمس كانت بين مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، واستطاع المان سيتي تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف بعد أن حول تأخره من هدف إلى شيء إلى فوز بهدفين مقابل هدف. إيسي ميلان الإيطالي حقق أول فوز له في هذه المسابقة وأنعش آماله بالتأهل، وإن كانت وضعيته صعبة في التأهل لكنه أنعش وأبقى على بصيص الأمل بفوزه على مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف نظيف. ريال مدريد أيضا قدم ربما واحدة من أجمل مبارياته في البطولة أمس وفاز على شريف ستراسبورغ المولدوفي، عوض الخسارة. نعم عوض الخسارة وعوض المفاجأة المدوية التي حدثت له في مباراة الذهاب عندما خسر في سانتياغو بهدفين نظيفين، فاز أمس بثلاثية نظيفة. ليفربول الإنجليزي أيضا تأكد تألقه وتوهجه في هذه البطولة، وأيضا انفرد بصدارة مجموعة ميلان وأتلتيكو مدريد وهي المجموعة الأقوى والأكثر إثارة في هذه البطولة بفوز على بورتو البرتغالي بهدفين نظيفين. انتر ميلان ايضا الايطالي استطاع ان يعلن تاهله بفوزه على شختر دونيسك الاوكراني ايضا بهدفين نظيفين. سبورتينغ لشبونه البرتغالي هو الاخر فاز على دورتموند الالماني بثلاثه اهداف لهدف، واياكس امستردام الهولندي المتاهل سلفا فاز على بشكتاش التركي بهدفين مقابل هدف ايضا في مباريات مساء الامس. محمد 11 الان 11 فريق ضمنت التاهل الى دور 16. نعم تبقت خمس فرق. خمسه فرق طبعا تنتظر يعني الجوله الحاسمه. برشلونه ماذا ينتظر حتى انه يتاهل محمد؟ طبعا هناك عديد من الفرق التي تنتظر وهي خمسه تنتظر الى الجوله الاخيره وهي الجوله الحاسمه والفاصله طبعا الجوله السادسه من مسابقه دوري الابطال، لكن ربما من اكثر هذه الفرق التي تهم الجمهور ويهم الجمهور انتظاره طبعا نادي برشلونه الاسباني. برشلونه طبعا بتعادله امام بنفيكا البرتغالي اضاع نقطتين ثمينتين في التأهل إلى دوري الأبطال، لكن تبقى أمامه مباراة أخيرة ستكون هي مباراة قمة في استاد أليانز أرينا أمام المضيف بايرن ميونخ الألماني الضامن للتأهل والصدارة عن هذه المجموعة سلفا. حظوظ برشلونة طبعا بالنسبة للفوز على بايرن ميونخ تبدو صعبة، وإن كانت طبعا المباراة الأخيرة بالنسبة للبايرن على المستوى النقطي على مستوى الصدارة والتأهل غير مهمة، لكنها تبقى على الناحية المعنوية أيضا مهمة ومهمة جدا لتأكيد تأهل الفريق البافاري. برشلونة يحتاج إلى الفوز ولا سوى. أيضا شريطة تعثر بنفيكا البرتغالي أمام دينامو كييف الأوكراني، يعني هذه أخبار محزنة لعشاق برشلونة. طبعا هذه أخبار غير سارة مفرحة لعشاق برشلونة ومفرحة أيضا لعشاق الطرف الآخر نعم ريال مدريد. الماضي فرحوا لما اقترب ريال مدريد. أنت محمد نعم بالنسبة لأبطال أوروبا من الفريق يعني هناك عرفنا في آسيا وفي العرب الهلال وفي أوروبا والله في أوروبا مع المتعة مع أي متعة نعم مع أي متعة، وهناك الكثير من الفرق هذا الموسم تمتع طبعا بالبارحة في مباراة السيتي سهرة ممتعة جداً. وفريق أيضا حامل اللقب تشيلسي ممتع، ليفربول ممتع، الأندية الإنجليزية تبدو أكثر قوة هذا الموسم، لكن أيضا حظوظ بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وبقية الفرق. أيضا ريال مدريد قدم مباراة جميلة مساء أمس تغلب بثلاثية نظيفة، يعني كثير من الأمور الممتعة في دوري الأبطال. ما ننتظره في الأدوار البقية طبعا متعة لا جدال فيها ان شاء الله، ونحن ننتظرك ايضا في حلقات قادمه اكيد مساحة. اكيد محمد بيكون متواجد معنا، هي المره الاولى هذا الظهور الاول لكنه لن ان شاء الله يكون الاخير. الاسبوع القادم اكيد مباريات حاسمه، اللي بعده بتكون ضمنت الفرق الخمسه المتبقيه طبعا ان شاء الله دور 16، واكيد محمد ان شاء الله من دور 16 يكون متواجد معنا. لي الشرف بالتواجد واسعد بالتواجد مع الاستاذ فهمي بحمدان وكل زملاء الاعزاء من التلفزيون حضرتك. نحن سعيدين طبعا اكثر يعني بوجودك اليوم معنا، وحنسعد لوجودك مره اخرى ايضا معنا. لي الشرف. شكرا لك محمد، ايضا شكرا لك فهمي. اذا مشاهدينا نختم هذه الفقره الرياضيه، نطلع فاصل ثم نعود اليكم.
إذن المشاهدين الأعزاء، مشاهدي يوم جديد، لازلنا معكم نواصل هذه الحلقة طبعا الجميلة والمتنوعة، وإلى حول العالم، إلى أخبار حول العالم. طبعا يسالم بداية الأخبار بأخبار الميديا، صحيح. لكن للأسف تلقينا قبل أيام خبر محزن جدا، وهو خبر رحيل الفنانة المصرية الكوميدية سهير البابلي. نعم، بكل تأكيد سيدة المسرح السياسي وأيضا صانعة الكوميديا من قامات الفن المصري، وأيضا لها سجل حافل وإرث فني كبير. طبعا لها العديد من الأعمال المسرحية والأفلام والمسلسلات، طبعا من منا ما يعرف مدرسة المشاغبين وجليلة وشمسون وجليلة وبكيزة وزغلول والكثير من الأعمال يعني الجميلة اللي لا يسعنا سوى أن يعني نحزن على فقد يعني هذه القامة. نعم، سهير البابلي مشاهدينا نهر لا ينضب من الإبداع الفني، وأعمال ستظل في الذاكرة ومشبوكة في قلوبنا وقريبة منا كقرب واشتباك الحكومة في مسرحية ريا وسكينة. إذن وداعا سهير البابلي. وداعا سهير البابلي. ما رأيك يا سالم نحن ننتقل في جولة جميلة حول العالم وإلى بوليفيا؟ أكيد سنتحدث عن هذه البحيرة المذهلة في جزيرة أو في بوليفيا، ونستمتع مع المشاهد. صحيح، إذن إيش رأيكم نروح للتقرير؟ نروح للتقرير ونرجع. Thank you.
إذن عدنا إليكم من جديد مشاهدينا، وقد شاهدنا هذا الفيديو عن الجزيرة والبحيرة المالحة في بوليفيا، واستمتعنا حقيقة بالمناظر الجميلة والخلابة والطبيعة الجميلة. سالي، طبعا يعني صراحة أنا كنت مستمتعة بالمنظر اللي أراه في التقرير أو هذا الفيديو، لأن تشوف أنه زي المرآة يعني. صحيح. هي تعكس ما في السماء، يعني هي تعتبر تقريبا يطلق عليها أكبر مرآة في العالم، وهي مش مرآة أصلا، هي عبارة عن مجموعة من الأملاح اللي جفت خلال السنوات حتى شكلت مثل هذه المرآة. نعم، وبحيرة هي مثيرة للاهتمام مثل هو ما هو معروف. دعينا الآن نتحدث عن الفيديو الآخر، وقد تحدثنا مشاهدينا في حلقة سابقة عن ميتافيرس الذي يشكل مستويات غير مسبوقة من التقنيات الافتراضية، وأيضا الذي اعتبره الخبراء مستقبل مواقع التواصل الاجتماعي، أو بالأحرى مستقبل الإنترنت بصفة عامة. طبعا ميتافيرس والذي سيكون بمثابة سلسلة من العوالم الافتراضية التي تضم تفاعلات لا حصر لها بين المستخدمين. طبعا هذه التفاعلات يقال أنها حتكون من خلال الأفاتار الخاص بكل مستخدم. صحيح. يعني تخيل معي مثلا يا سالم أنك بتقدر تلعب ألعاب، مثلا أنا موجودة في الاستوديو الآن وأنت موجود مثلا في البيت، نقدر نلعب ألعاب. صحيح. كأننا مع بعض، وهذا ما يميز التكنولوجيا وتطور. وأيضا مش بس الموضوع مقتصر يعني على الألعاب، ممكن أنك إذا كنت مثلا مشتاق لصديقك اللي في بلد أخرى ممكن تجلس معه وتحس أنك فعلا جالس معه بطريقة. صحيح. يعني حقيقية أشبه يعني للخيال. وبرضه لا يقتصر الموضوع على ذلك، بل هناك الكثير من الأشياء اللي أو كثير من التقنيات بتتيح تفاعلات خاصة بالأعمال. لكن في جديد في هذا الموضوع أنه بالفعل تم عمل نموذج تطبيقي للميتافيرس. صحيح، متشوقين نحن نشوف الفيديو. إذن مشاهدينا نروح مع هذا الفيديو ثم نعود إليكم. إذن فيديو صراحة جميل وتفاعلي ويثير يعني الحماس نحن نجرب هذه التقنية. صحيح. ويعني دائما ما يكون معنا في يوم جديد اللي هو فقرة عن نستفسر فيها عن الخضروات، أسعار الخضروات والفواكه، وأيضا الأسماك والأسماك والصرف، وفقرة طبية. لكن ربما اليوم بسبب الأجواء الجميلة الماطرة للأسف أدت يعني الضغط على الخطوط أيوة. لكن سالي وصلنا نحن إلى ختام هذه الحلقة، وحقيقة استمتعنا بالفقرات المتعددة الأدبية الثقافية الاجتماعية، أيضا تحدثنا عن اليوم العالمي للطفل، وكذلك أيضا اليوم العالمي للمرأة وغيرها من الفقرات المتميزة. صح. ولا ننسى الفقرة الرياضية وتواجد العزيز محمد الحمد الذي أضاف لهذه الفقرة نوع من التميز وأيضا الإبداع. صحيح، يعني صراحة اسم على مسمى اليوم كان يوم جميل يعني. صحيح. بجد من أول الصباح عندما صحينا يعني على صوت الأمطار الجميلة. نعم. والجو الغائم، واستمتعنا زي ما قلت بالفقرات الموجودة معنا والحماسية لفقرة الرياضة، ونتمنى أن تكون موجود فيها فقرة الطبخ. أكيد. بس يلا هذه المرة منعديها لكم. إذن نودع المشاهد على أمل اللقاء به في حلقة قادمة. حتى الملتقى، تقبلوا خالص التحايا من طاقم العمل، دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.